بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء معكم وبحضور معالي مدير الجامعة دكتور الشيخ سليمان أبا الخيل حفظه الله، وحضور القائمين على هذه الجامعة، وبحضور المدرسين والأساتذة، فهو اجتماع مبارك، وليس عندي زيادة على ما تعلمون من حالة الأمة اليوم وحاجتها إلى من يبصرها، وليس لهذه المهمة إلا أهل العلم والبصيرة، أهل العلم المؤصل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصحاب الفكر وأصحاب أيضاً النظريات أو أصحاب توجهات المختلفة. الحمد لله الجادة أمامنا واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، قال عنها صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقبل ذلك الله جل وعلا قال لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية الله جل وعلا لنا أن نسير على صراطه المستقيم الموصل إليه، وأن نحذر من السبل المتفرقة التي تفرق المسلمين، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، وأما السبل فهي كثيرة ومتنوعة كما صورها الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه هذه الآية، خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال لتلك الخطوط: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، محذراً أمته من هذه السبل المتفرقة والمتعددة، وحاثاً لهم على لزوم الصراط المستقيم،
الذي يوصل إلى الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنحن الآن لسنا ضائعين والحمد لله، أمامنا طريق واضح ومنهج سليم مستقيم، إذا تمسكنا به لن نضل، أما إذا التفتنا يمنة ويسرة واستمعنا إلى كل ناعق يدعونا إلى ترك هذا الصراط إلى غيره هلكنا في أي واد من أودية الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان العرب في الجاهلية كما لا يخفاكم كانوا متفرقين، ليس لهم رابطة تجمعهم إلا القبلية، كل قبيلة تنحاز بنفسها عن القبيلة الأخرى ويحصل بينها نزاع وقتال ونهب وسلب، لا أمان ولا استقرار ولا منهج يسيرون عليه إلا منهج القبيلة والعرف الأعراف القبلية. كانوا متصارعين فيما بينهم، يأكل قويهم ضعيفهم وينهب غنيهم فقيرهم، هذا من جهة الكيان للعرب، ليس لهم كيان إلا كيانات القبائل. وكانوا أيضاً تحت ظل الدولتين فارس والروم، كل دولة تأخذ منهم قسماً، يسيرون تحت اللوائها ويلجؤون إليها لحل مشكلاتهم فيما بينهم. وكانوا من جهة الاقتصاد كانوا فقراء، كانوا يأكلون الميتات ويستحلونها ويجادلون دونها، ميتات الجيف يقولون هذه حلال وهي أولى بالحل من الذبائح المذكات، يجادلون. ولهذا قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ليس عندهم علم من الوحي، إنما حسب ما اعتادوه، حسب ما يخططون له. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، تلقون من الشياطين، شياطين الإنس والجن، ليوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم في الميتة، ويقولون الميتة أولى بالحل لأن الله ذكاها، وأما الذبائح أنتم ذكيتموها، فكيف تحرمون ما ذكاه الله وتحلون ما ذكيتم أنتم؟ هذا من جدالهم بالباطل والعياذ بالله، ليجادلوكم.
وإن أطعتموهم باستحلال ما حرم الله إنكم لمشركون، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه، وهو أعلم بما يصلح الناس وبما ينفعهم. فالذي يطيع هؤلاء في تحليل ما حرم الله يكون مشركا بالله عز وجل، متخذا معه إلها يشرع ويحلل للناس. هذا طرف مما كانت عليه الجاهلية. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى البشرية عامة، وقف وحده صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله، دعا العالم، دعا الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما وقف وحده انضم إليه من المسلمين الواحد تلو الآخر، حتى تكونت عنده جماعة من المسلمين، من المسلمين السابقين في مكة، ولكن لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة إلا الدعوة إلى الله والبيان فقط، وهو منهي عن أن يناوش المشركين أو يتحرش بهم، لأن هذا يقضي على دعوته صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر إلى المدينة والتف حوله المهاجرون والأنصار وتكونت دولة الإسلام، شرع الله الجهاد حين ذاك وأمر به، فجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين بالسلاح، وجاهد المنافقين بالحجة، حتى استقام دين الله عز وجل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولما مر يهودي من اليهود المقيمين في المدينة على الصحابة من الأنصار مجتمعين، يأنس بعضهم ببعض، يتحدثون متآخين متحابين، غاضه ذلك، فجلس معهم وذكرهم بالأحقاد التي كانت بينهم في الجاهلية في حرب بعاث، وما تقاولوا به من الأشعار بعضهم في بعض، فثارت ثائرتهم بعضهم على بعض، وهذا ما يريده عدو الله اليهودي، تواعدوا القتال. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، خرج إليهم، ذكرهم ووعظهم وهدأهم، وأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقام بعضهم يقبل بعضا، قام بعض الأنصار يقبل بعضا، وصفت قلوبهم من الكدر الذي أصابها بسبب هذا الطاغوت اليهودي، وعادوا إلى دينهم وإلى نعمة الله عليهم بالاجتماع وعدم التفرق والاختلاف. هذا ما رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى ولجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة. ليس هناك منهج إلا صراط الله المستقيم، إلا منهج الإسلام الذي سار عليه الصالحون. قال الله جل وعلا كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هو كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والمغضوب عليهم صراطهم أن عندهم العلم ولا يعملون به. فاليهود عندهم علم لكنهم لا يعملون به، فغضب الله عليهم. وليس هذا خاصا باليهود، بل هذا عام لكل من عنده علم من الشرع ولا يعمل به، فإن الله يغضب عليه لأنه ترك الحق عن علم ومعرفة. والضالون هم النصارى ومن سار في على نهجهم ممن يعبد الله على جهل وضلال من غير علم. فاليهود أخذوا العمل وتركوا العلم، اليهود أخذوا العلم وتركوا العمل، النصارى بالعكس أخذوا العمل وتركوا العلم. وهذه الأمة ولله الحمد المحمدية ومن سار على الحق من سائر الأمم من قبلها أخذوا المنهج الذي يجمع بين العلم والعمل، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم، دين الحق هو العمل الصالح، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول بعث بهما عليه الصلاة والسلام، بالعلم والعمل. هذا منهج المسلمين من كل أمة من كل جيل: العلم النافع والعمل الصالح. وما عدا هذا المنهج فهو إما منهج المغضوب عليهم أو منهج الضالين. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وكل من اتسم بهذه السمة سواء سمة اليهود أو النصارى فإنهم خارجون عن منهج الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه الاجتماع على الحق وعدم التفرق. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل بدعة في النار. هذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وكما يقولون الإنسان مدني بالطبع، فالاجتماع كما هو واجب ديني فهو ضرورة، أيضا ضرورة في الحياة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. هذا هو المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب، كما قال جل وعلا في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. فالرحمة في الاجتماع، وأما الاختلاف والفرقة فهي عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة. ولذلك الله جل وعلا شرع لنا ما يجمعنا من العبادات: الصلوات الخمس اليوم والليلة مع الجماعة، صليها مع الجماعة في المساجد. الجمعة نصليها، كل أهل البلد يجتمعون في مسجد واحد مع الإمكان، أو في مساجد عند الحاجة. اجتماع أكبر وهو الاجتماع السنوي في الحج إلى بيت الله الحرام، يجتمع المسلمون من أقطار الأرض، يجتمعون في صعيد واحد، في عرفات، في مزدلفة، في منى، في المشاعر، يؤدون عبادة واحدة، يطوفون حول بيت الله عز وجل جماعة واحدة. هذا كله تربية على الاجتماع بين المسلمين وعدم التفرق. والاجتماع إذا كان الاجتماع ضرورة للبشرية، إذا اجتمعوا لابد يحصل بينهم من سوء التفاهم، ومن يحصل اعتداء من بعضهم على بعض، كما قال سبحانه وتعالى في وصف هذا الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فيحصل من بعض المجتمعين اعتداء على الآخرين، يحصل منه أذى للآخرين. من الذي يحسم هذا الخلاف وهذا، ويأخذ على يد هذا المفسد وهذا المجرم، إلا ولي الأمر؟ ولذلك شرع الله لنا أن نسمع ونطيع لولي الأمر. فلا يصلح اجتماع ليس له رأس وليس له قائد وليس له ولي أمر. فلذلك أمر الله بالسمع والطاعة لولي الأمر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بعد قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد تسمعون وتطيعون. ولذلك يطاع لولي الأمر المسلم ولو حصل منه بعض الظلم أو بعض الأمور، إما في نفسه وعمله هو الخاص، أو حصل منه
على بعض الناس أذى أو يصبر عليه، يصبر على ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما لأجل جمع الكلمة، فيصبر على ولي الأمر برا كان أو فاجرا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. فيصبر على ولي الأمر مهما كان من عمله من فعله من تعديه الذي لا يصل إلى حد الكفر والخروج عن الإسلام لما في ذلك من المصلحة الراجحة، لأن الخروج عليه بسبب فعله أو تقصيره أو يسبب ما هو أشر وأسوأ عاقبة من سفك الدماء وتفرق المسلمين وتسلط الأعداء. فإقامة الإمام ضرورة دينية ودنيوية، لا بد من ذلك، ولا بد من الصبر معه حتى ولو جار ولو ظلم، لا إقرارا للظلم والجور ولكن دفعا لما هو أشد، لما هو أشد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية، عبارة جميلة، يقول: ما عرف أن قوما خرجوا على واليهم إلا كان حالهم بعد الخروج شرا من حالهم قبل الخروج عليه. هذه سنة كونية. فلا شك أن اتخاذ الإمامة والسمع والطاعة أنها ضرورة، فلا اجتماع إلا بأمن، ولا أمن إلا بإقامة إمام يقيم العدل والأمن ويقيم الحدود، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأخذ على يد الظالم وينصر المظلوم. هذا لا يكون إلا بيد ولي الأمر، فلا بد من السمع والطاعة. لا يتحقق ولي أمر للمسلمين إلا بالسمع والطاعة والصبر عليه ومعه، وله صلاحيات جعلها له الشارع من إقامة الجهاد في سبيل الله والغزو معه وتحت رايته. وأما التفرق والاختلاف فهذا شر على المسلمين ووباله على المسلمين، كما تشاهدون الآن من الثورات التي حصلت، ماذا حصلت نتائجها وماذا أثرت، تشاهدون هذا اليوم. وهذا أكبر شاهد على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر وتحت ظله، لأن الله يدفع به ما يضمن للمسلمين أمنهم واستقرارهم. هذا أمر ضروري. ولهذا يحذر من كيد الجماعات والاتجاهات والفكريات التي تشتت المسلمين. ليس لنا منهج نسير عليه، وليس لنا فكر نعتمد عليه إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان ومعرفة لمنهجهم. أما من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف منهجهم فإنه يحصل ضرر على نفسه وعلى غيره، لأنه ينسب إلى السلف ما ليس من منهجهم وما ليس من قولهم. ولهذا قال: واتبعوهم بإحسان، ما قال اتبعوهم فقط، بل قال اتبعوهم بإحسان. فلا بد من دراسة مذهب السلف وما كانوا عليه
من أجل أن نسير عليه ونحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. فالأمور ليست بالدعاوى، الدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. كثير من ينتسب إلى السلف ولا يعرف مذهبهم، أو يعرفه ولا يلتزم به، هذا ليس من السلف، هذا كذاب، إما جاهل وإما متعمد، فلا بد. ولذلك الحمد لله أنتم في هذه الجامعة بداية من المعاهد والكليات والدراسات العليا تدرسون العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها السمع والطاعة لولاة الأمور والجهاد معهم وتحت لوائهم وعدم الخروج عن جماعة المسلمين أو عن طاعة ولي الأمر. هذا هو ضمانة النجاة في الدنيا والآخرة، وبهذا يحصل الأمن والاستقرار، وبدون ذلك تحصل الفوضى والدمار، ويحصل سفك الدماء، ويحصل خراب الديار، ويختل الأمن، ويتشجع المجرمون على أهل الحق. والغالب أن الضربة في هذه الأحوال تكون على الضعفاء والمساكين من كبار السن ومن النساء ومن الأطفال، وأما هؤلاء المجرمون ودعاة الضلال فإنهم يلجأون إلى ملاجئ أو إلى دول تحميهم، فهم يوقدون الفتنة ويبتعدون عنها. الواجب علينا أن نحذر منها، الواجب أن نحذر من هذه الفتن، وأن نحذر منها، وأن نمنع أولادنا من الذهاب إليها. وإن سموها بأسماء براقة فنحن نعلم أنها فتن ليست من المصلحة وليست من الجهاد في سبيل الله. ننظر إليها وإلى ما أنتجت، أولا ما أنتجت إلا الدمار، ما أنتجت إلا عدم الاستقرار، ما أنتجت إلا الفوضى، ماذا أنتجت؟ أين أهل تلك الديار؟ أجلوهم وأخرجوهم منها وصاروا لاجئين إلى الدول الأخرى تحت رحمتهم. هذه نتائج عدم السمع والطاعة لولي الأمر، هذه نتائج الاستماع للأفكار المنحرفة التي تدعو الناس باسم الجهاد، باسم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهي تريد وراء ذلك أو تجهل العواقب. ما نقول كلهم على هذا، لكن نقول بعضهم عن حسن نية، لكن حسن النية لا يبرر الفعل، لا يدفع شر الجرائم التي تترتب. فالحمد لله نحن ندرس هذه العقيدة، ويجب أن نسير عليها وأن ندرسها وأن ننشرها وأن نحرص على تطبيقها في أولادنا وفي بلادنا وفي جميع أمورنا، لأن المصلحة لنا، المصلحة ليست للولاة، الولاة ما عليهم إلا التعب والخوف، وأما الأمن والاستقرار والراحة فهي لنا نحن، هم يسهرون ونحن ننام، هم يخافون ونحن نأمن. فعلينا أن نتذكر هذا، وأن لا نغتر بهذه النواعق يمينا وشمالا فنتأثر بها أو نتكلم في ولاة أمورنا. نحن لا نبرر كل ما هم عليه، يحصل منهم أخطاء يحصل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصبر، أوصانا بالسمع والطاعة مهما كانت حالة ولي الأمر ما لم يخرج عن الإسلام، ما لم نرى منه كفراً بواحاً. الأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة، وليس عندي زيادة على ما عندكم في كتب العقائد التي تدرسونها، ولا يكفي أنكم تدرسونها وتسكتون عليها، بل بلغوها، درسوها لأولادكم، درسوها
عموم المسلمين، لعامة المسلمين، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى بينة، وحتى لا تدخل فينا النعرات والدعوات الباطلة المغرضة التي لا تريد لنا الخير، لا تريد لنا إلا الشر، ويتبناها في الغالب الكفار، ينمونها وينفخون فيها ليفرقوا جماعة المسلمين، لا يكون لهم كيان، لا يكون لهم بلاد، لا يكون لهم جماعة، كما هو المشاهد الآن. أسأل الله أن يكف عنا بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نحن بنعمة ولله الحمد، كما قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا تحت قيادة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأمراء المسلمين. وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، لا تحتقر ولي الأمر مهما كان، ففيه الخير وفيه الدفع عن المسلمين ما دام أنه على الإسلام ولم يخرج من الإسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لسماحة الشيخ هذا البيان الشافي الكافي. والحقيقة أن الأسئلة هي سيل عارم، وضبطها وترتيبها يحتاج إلى وقت طويل وإلى مجموعة من الأشخاص، ولكنني سأقتصر على بعضها لأن كثيرا منها متداخل ويغني بعضها عن بعض. هذا سؤال يقول: بعض العلماء وطلاب العلم ما زالوا يتهاونون في التحذير من الجماعات والأحزاب الضارة، رغم أن الأمر واضح جلي في عقيدتنا وديننا ودولتنا، وخصوصا بعد تلك البيانات التي صدرت من وزارة الداخلية، فما توجيهكم لهم للقيام بواجبهم تجاه جمع الكلمة ووحدة هذا الوطن والوقوف خلف ولاة أمرهم، و أيضا بيان ما ينعمون به من أمن وإيمان وأمان؟ لا شك أن هذا أمر واقع، وهذا ما يريده الأعداء من المسلمين، يريدون الإثارة، يريدون سوء الفهم، تضليل. علينا أن نحذر منهم. يجب على العلماء لا سيما في وقت الفتن، يجب عليهم أن يبينوا للناس الطريق الصحيح والمنهج السليم، ويحذروهم من الفتن ومن دعاتها ومن تزويرهم، لأنهم يزورون وينمقون الكلام ويعسلونه لأجل أن يقبل وهو باطل. علينا بزخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فلا بد أن العلماء يقومون بواجبهم، وهذا وقتهم، هذا وقت العلماء أن يبينوا، الخطيب في منبره، المدرس في فصله، إمام المسجد في مسجده، في كل مجال على العلماء أياً كان عملهم أن يقوموا بهذا الواجب في هذا الوقت أكثر من غيره، وبهذا يندفع الشر إن شاء الله، لأن الشر إذا وجد ما يقاومه اندحر، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. سماحة الشيخ وفقك الله، بعض الناس ينتقد جامعة الإمام
لكثرة محاضراتها وندواتها حول وجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر، إما حسداً أو شبهةً أو جهلاً بالواقع، فهل لسماحتكم رأي في هذا التوجيه حفظكم الله؟ هذا شيء ليس بغريب، انتقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، انتقدوا الخلفاء الراشدين، انتقدوا ولاة أمور المسلمين، انتقدوا العلماء، هذا شيء معروف. لكن الواجب أن نحصن أنفسنا ونحصن أولادنا ونحصن إخواننا من هذه الأفكار، ونبين لهم أن هذا كيد من العدو ولا نلتفت إليه، ونحن مقتنعون ولله الحمد، نحن مقتنعون بما نحن عليه، لأننا على حق وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح، فلا نلتفت إليهم، لا نلتفت إليهم ولا نعبأ بهم. وليس معنى هذا أننا نسكت عن باطلهم وعن شرهم، بل نبينه ونفضحه ونرد شبهاتهم وترهاتهم. نعم، والجامعة واجبها في هذا كبير، خصوصا جامعة شرعية. الجامعة أسست من أجل هذا، هذه الجامعة أسست من أجل أن تقوم بهذا الدين علما وعملا ومنهجا، أسست من أجل هذا، ووجودها من رحمة الله ومن توفيق الله لولاة الأمور الذين أسسوها وغرسوها في هذه البلاد ولله الحمد، فهي قلعة حصينة تنكسر عندها كل شبهات الباطل وترهات الضلال. لكن إذا كان فيها رجال، إذا كان فيها رجال يقومون بهذا الواجب ويبينونه للناس. نعم، هذا سؤال يقول: هل الجهاد في سوريا، طبعا هو سؤاله، يعتبر جهادا؟ وما الدليل على اشتراط إذن ولي الأمر للذهاب إلى الجهاد؟ هذا جوابه بالواقع. ماذا أثمر؟ ماذا أثمر الآن؟ ما هي نتائجه؟ هذه من ناحية. الناحية الثانية، الدليل على أن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، وهو الذي قاد الجهاد، وهو الذي أمر به، وهو الذي نظمه، وهو الذي يأذن فيه، حتى إن الصغير إذا بلغ يؤتى به إلى الرسول يستأذن في الجهاد، فإن أذن له دخل في الجهاد، وإن رده يصبر إلى أن يصلح للجهاد. يستأذنون الرسول، ما هو بكل يحمل السلاح ويدخل. كذلك الرسول هو الذي يأمر بالغزو ويأذن للمعذورين يعتذرون إليه، سواء كانوا صادقين أو كانوا كاذبين كالمنافقين، هو الذي يأذن، يستأذنونه. من يريد الجهاد يستأذن الرسول في الدخول فيه، ومن يريد أن يتخلف لعذر يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من صلاحيات الإمام بلا شك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. من الذي يقول انفروا؟ هو الإمام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يستنفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. من الذي يستنفر؟ هو ولي أمر المسلمين في كل زمان ومكان. نعم، وأيضا هي مواطن صراع سماحة الشيخ، الأماكن دي مواطن صراع، ما لنا شأن فيها. نحن نمشي على أصول وعلى أدلة وعلى. نعم، هذا يقول: إذا دعاني أحدهم للجهاد في سوريا فماذا أقول له؟ قل له: أنا تبع رعية ولي أمر، وأيضا عند والدين، فإذا أذن لي ولي الأمر وأذن لي بعده والداي فلا بأس ولا مانع، وعندي استعداد في هذا. نعم، هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ حفظك الله، في الوقت الذي تتجه الأفئدة والقلوب والدول إلى هذه الدولة المباركة
والقيادة الموفقة كأعظم وحدة وطنية شرعية إسلامية عرفها التاريخ المعاصر، وأقوم الدول منهجة وأشدها تمسكا بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، يبرزون للأسف من أبناء جلدتنا من يمجد بعض الأحزاب التي لم تقدم ولا عشر معشار ما قدمته هذه الدولة للإسلام، وفيها من البدع والشركيات والانحرافات، وتعادي عقيدة التوحيد بحجة أن هذا منهج لا يعرف بحجة أن هذا منهج لا يعرف، وهذا هو النهج الوهابي. أقول سماحة الشيخ يأتي ممن ينتسبون لهذا الوطن فيطرح أن الخلافة مفقودة منذ 93 عاما، وأن المرشح لإعادة الخلافة المزعومة هو رئيس دولة لا يخفى على من اطلع على بعض التغريدات، ولا يخفاكم ما يتضمن هذا القول من التشويش على شرعية هذه الدولة وجحد فضائلها، فما رأيكم في من يطلق هذا القول رعاكم الله، وكيف نجيب عن شبهته؟ يا أخي لا تستغرب هذا، المنافقون وجدوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم، وقالوا ما قالوا في المسلمين حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله ذلك عنهم في القرآن من أجل أن نحذر من أتباعهم الذين يأتون من بعد، فكل من سار على منهجهم فهو منهم، فلا نستمع إليه ولا نلتفت إلى قوله، ونحن على منهج سليم وليس عندنا شك، مقتنعون مما عندنا ما دام أنه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة المباركة مهما قالوا فيها واقعها يشهد لها. أي دولة الآن في الإسلام مثل هذه الدولة منذ قامت على يد الشيخ على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، منذ قامت وهي ولله الحمد على جادة صريحة وعلى قاعدة سليمة ومتوفر فيها الأمن والاستقرار والعلم النافع والعمل الصالح، تراد في الخير ولله الحمد، يسمونها ما يسمونها وهابية أو غير ذلك، واقعها يشهد لها، ولا نلتفت لشبهات المشبهين وتغريدات الضالين كما يسمونها الذين ينعقون في المسلمين، لا تلتفتوا إلى هذه الأمور، انظروا إلى الواقع، لا تسمعوا للأقوال بل انظروا إلى الواقع، انظروا إلى الواقع يدلكم على أن هذا الشيء إما حق وإما باطل. نعم. هذا السائل يقول أحسن الله إليك يا شيخنا، يعلم الله بأني أحبك في الله، سؤالي هو كثر في زماننا تصنيف العلماء إلى جماعات متعددة، وكثر التنقص منهم حتى أن بعضهم يقول العلماء عملاء للدولة، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ والسؤال الثاني يقول سب الإمام ولي الأمر في مجلس وغيبته ونشر عيوبه، هل هذا من الخروج عليه، وهل يعد ذلك من المظاهرات؟ لا شك أن الخروج يكون بالقول، يكون بالاعتقاد، يكون بالعمل، الخروج أنواع، الخوارج على أنواع، الذي يعتقد عقيدة الخوارج ولو ما خرج ولو ما حمل السلاح ولو ما هو خارجي، خارجي باعتقاده، والذي يتلفظ بدعوة الخوارج خارجي أيضا بقوله، يشهد عليه قوله، فمن خرج عن المنهج السليم فهو من أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. نعم. والذي يصف العلماء بأنهم عملاء، لا تلتفتوا إليه، العلماء ولله الحمد يثق بهم المسلمون ويستفتونهم ويأخذون عنهم، ولا تؤثر عليهم هذه، هم يريدون أن يفلتوا أيدينا من ديننا ومن علمائنا ومن النعمة التي أعطانا الله إياه، يريدون أن يفلتوا أيدينا منها. نعم. سماحة الشيخ هذا يقول ما رأيكم
في من يقول إن السمع والطاعة لولي الأمر مصطلح جامي، وما هي ومن هم الجامية؟ من الذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ من الذي قال الجامي؟ قالها الله سبحانه وتعالى. من الذي قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؟ هل قالها الجامي أو قالها هذا المنافق الآثم نسأل الله العافية؟ المهم لا تلتفتوا إلى هذه الأمور. نعم، لكن هم دائما يقولون هذا منهج الجامية، هل هناك جماعة تسمى بالجامية؟ هم الذين أوجدوا هذا الاسم، ما هناك مثل ما قالوا الوهابية. هل هناك وهابية خارجة عن ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها؟ هذه ألقاب ينفرون بها عن الحق، ألقاب ينفرون بها عن الحق لا يلتفت إليها. نعم، هذا السائل يقول إن بعض طلبة العلم يقول، وهذا من التلبيس الذي ذكرتموه سماحة الشيخ، بأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية هو قرار سياسي لا يراد به وجه الله، وإنما هو قرار سياسي لا يمت للدين بصلة، لأن جماعة الإخوان جماعة معتدلة في المنهج ومتوسطة في الفكر، فما رأي سماحتكم حفظكم الله؟ نحن نود أنهم يكونون جماعة متوسطة في الفكر ومعتدلة، نود هذا، والحاصل ما لنا شأن في الجماعات والكلام فيها، إنما نقول الحق واضح والجادة واضحة والجماعة المسلمين واضحة، ولا لنا شأن بفلان وعلان. من كان على المنهج السليم فأهلا وسهلا ومرحبا، هو منا ونحن منه، ومن كان على خلاف المنهج السليم فليس منا ولسنا منه بأي اسم سمي. نعم، لكن هو يقول إنه أمر سياسي، ونعرف إن للعلماء إذا كان إن الأمر ما يوافق الكتاب والسنة فهو مردود، أما إذا كان يوافق الكتاب والسنة ويحذر من التفرق والاختلاف ويحذر من خلع السمع والطاعة لولي أمر المسلمين فهو كلام باطل. نعم، بعض من يسمون بالدعاة يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للتغرير بالشباب وترويج أفكارهم وآرائهم المنحرفة والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وقطع أرحامهم وزجهم في مواطن الصراع وغير ذلك مما يسمونه جهادا، فما توجيهكم لنا أبناء هذه الجامعة في الموقف الصحيح من هؤلاء الدعاة؟ موقفكم أن تردوا على هؤلاء وتبينوا الخطر من كلامهم وتوضحوا للناس أن هذا كلام باطل وأنه سيء وأنه يريد تفريق المسلمين وأن هؤلاء دعاة ضلال، وهذا أول واجب يكون على المدرسين أن يوجهوا الطلاب ويبينوا لهم، والواجب على خطباء الجوامع، والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا هذا، وهذا وقت الحاجة إليهم ليكونوا جماعة متنبهين لهذه الأمور ويحاصروها ويحذروا منها، فإذا لم تجد مجالا بيننا فإنها تذهب بإذن الله. نعم، هذا سؤال يقول سماحة الوالد بارك الله فيكم، ما رأيكم في من يقول إن كبار العلماء لا يعرفون فقه الواقع ولا يعلمون المخاطر التي تمر بها الأمة لبعدهم عن وسائل التواصل وعدم معرفتهم بها؟ يعني العلماء جهال إذن، وهو العالم، هذا كلام ضلال وكلام خطأ. العلماء ما سموا علماء إلا لأنهم عندهم علم بالواقع وعندهم علم بالأحكام الشرعية، هم الذين يعرفون الواقع تماما، أما هؤلاء الجهال فهم لا يعرفون الواقع ولا يعرفون الأحكام الشرعية. نعم، وسؤاله الثاني يقول ما هي أبرز المآخذ والملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين؟ أنا ما جئت أتكلم في الجماعات وأبين ما فيها، أنا أقول نحن جماعة واحدة على طريق سليم والحمد لله، ومقتنعون مما نحن عليه من الحق، ونقبل الحق ممن جاء به،
فإذا كان عندهم حق فنحن نقبله، أما إذا كان عندهم باطل فنحن نرده ونرفضه. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول: من هو مؤسس الجامية وإلى من ينتسب، وهل هم من الخوارج؟ اسأل من قال هذا. اسأل من قال هذا. أنا لا أعرف جامية، أنا ما أعرف إلا جماعة المسلمين وأهل السنة والجماعة. نعم. هذه أسئلة متعددة، يقول: ما رأيكم في الدعاوى التالية أن الغاية من الدعوة إقامة الخلافة وطلب الملك، الثاني البيعة لأمراء الجماعات السرية، ثالث الغرض من الدعوة إخلاص العبادة لله وتقرير التوحيد. كل رسول أول ما يبدأ يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى التوحيد مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولما أرسل معاذاً إلى اليمن قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. هذا منهج الدعوة، هذا منهج الدعوة الذي رسمه الأنبياء لنا، وليس منهج الدعوة أننا ندعو إلى الحكم، ندعو إلى السلطة، ندعو إلى الدين، إلى التوحيد أول شيء، هذا الذي ندعو إليه، وندعو إلى الجماعة وإلى السمع والطاعة، هذا هو التوحيد. نعم. وهذا هو الدعوة إلى الله، وهذا هو الحكم الشرعي، الحكم الإسلامي، هذا هو. نعم. يقول: البيعة، ما حكم البيعة لأمراء الجماعات السرية؟ ما في بيعة إلا لولي الأمر، ما في بيعة إلا لولي الأمر. ما ورد أن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يبايعون غير ولي أمر المسلمين. نعم. أيضا يقول: ما حكم التنظيمات السرية الباطنية؟ هي باطلة، باطنية، أنت سميتها باطنية. نعم. دامت باطنية فهي باطلة، لأن ما كانت، لما كانت ضلال كانت باطنية، أما لو كانت حق لكانت ظاهرة معروفة. نعم. أيضا يقول: ما حكم التقية في الدعوة؟ تقية؟ إيه يعني. نعم. التقية عندما يخاف الإنسان على نفسه، فإنه إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني يتخذ ما يقيه من شرهم، ليس على حساب دينه، وإنما على شيء لا يضر دينه، يتنازل عنه إذا كان لا يضر بالدين وهو يضمن له السلامة من شرهم يتنازل عنه. نعم. قد يكون يقصد من ينتسبون إلى هذه الجماعات والأحزاب. ما فيه تقية، التقية من أهل الشر، إذا خفتهم فإنك تتخذ وقاية من شرهم مما لا يضر دينك. نعم. نعم. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم، هناك من يقول إن التحذير من الأحزاب والفرق كالإخوان والتكفيريين يزيد من فرقة الأمة ويورث الشحناء. الله جل وعلا قال: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. تمسك بكتاب الله، وليس في الإسلام تفرق، الإسلام دين جماعة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ليس في الإسلام تفرق والحمد لله. وأهل الضلال الإسلام ليس بحاجة إليهم، نحن نريد أهل الحق. نعم. هذا سؤال يقول: أشكر الله أولاً وبعده أشكركم على ما أوليتم به طلاب العلم من أولوية حضور هذه المحاضرة القيمة، وأرجو من معاليكم عرض سؤالي على سماحة الإمام الشيخ صالح الفوزان. سؤال الأول:
سماحة الشيخ، يحضر هذا اللقاء المبارك عدد من معلمي وطلاب المعاهد العلمية، فما وصيتكم لهم؟ غفر الله لكم. وصيتنا لهم ولجميع المسلمين وطلبة العلم التزود من العلم النافع وانتهاز الفرصة في طلب العلم لما هيأ الله لكم من هذه المعاهد وهذه الكليات وهذه المناهج القويمة. هذه فرصة عظيمة لا تحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل، فهي فرصة والفرص لا تدوم، عليكم باغتنامها، عليكم بالإقبال على طلب العلم، عليكم بالعمل الصالح. نعم. سؤاله الثاني يقول: بعض المعلمين يرى أن طرق مثل هذه الموضوعات على أسماع الطلاب ينقصه الحكمة، فهم صغار على هذه الموضوعات وفيها تشتيت لأذهانهم، فما توجيهكم لمن يقول ذلك؟ يا أخي، الصغار يربون على الخير. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. يربون على الخير، يربون على السنة، يربون على العبادات، يربون على الدين، لا يهملون. قال هؤلاء الصغار وهؤلاء. نعم. هذا سؤال يقول: كثير من دعاة السوء يستدلون على مشروعية المظاهرات بفعل الصحابة في مكة وأقرار الرسول لهم، فما قولكم في هذا؟ هذا كذب. الصحابة ما تظاهروا في مكة، ما تظاهروا في مكة، ولا أبدوا شيئا من التخريب في مكة، بل كانوا مأمورين بكف الأيدي والصبر، كانوا مأمورين بكف الأيدي والصبر حتى هاجروا إلى المدينة، وشرع الجهاد، شرع الجهاد على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي بالأمور فوضى. هذا يكذب على الصحابة أنهم تظاهروا في مكة. نعم. يقول: أشكر لسماحتكم سماحة الشيخ هذه الكلمات النيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجرها. فضيلة الشيخ، لا شك أن وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لها أثر كبير في إذكاء الفرقة والتعصب، فهل من توجيه للقائمين على وسائل الإعلام المختلفة ليكونوا أداة للحمة الوطنية والعقدية والشرعية ونبذ الفرقة والتعصب؟ لا شك أن وسائل التواصل وهذه المخترعات وهذه أنها أداة ذات حدين، إن استعملت في الخير نفعت، وإن استعملت في الشر ضرت. فالواجب أن لا تترك بأيدي العابثين وبأيدي المنافقين وبأيدي أعداء الإسلام والمسلمين، أن يستغلها المسلمون وأن يردوا على هؤلاء في وسائلهم من جنس ما يستخدمونه هم، يقتلونهم بسلاحهم. هذا هو الواجب. نعم. هذا سؤال من طالب منحة يقول: كيف الطاعة ولزوم الجماعة في مثل دولنا؟ حسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، كف الشر مطلوب. نعم. يقول: هذا اللقاء فيه صلة بين طلاب العلم والعلماء الراسخين، ما منهج أهل السنة والجماعة في تبعض الولاء والبراء، ومنهج التعامل الشرعي مع المتلبسين بالبدع والمنهج المنحرف؟ هل هو البراء التام منه كفرد ومن منهجه وترك موالاته مطلقة أو لا، أو يكون ذلك مختلف بحسب الحال؟ لا، فيه من يقول أنك تتبرأ من دين الكفار ولا تتبرأ من الكفار من أشخاصهم، وهذا كلام باطل، لأن الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم عليه السلام وعن قومه أنهم قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأوا منهم ومن دينهم، ولا يتبرأ من دينهم ولا ويوالونهم ويحبون، هذا كلام باطل. فما الله جل وعلا قال:
لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فلا يجوز موالاة الكفار لا في أشخاصهم ولا في دينهم، البراءة منهم جميعا، هذا هو الذي جاء في القرآن. والتفريق بين صاحب الدين وبين الدين هذا كلام باطل لا أصل له، تقسيم بلا دليل. نعم. هذا سؤال يقول: مظاهرة المشركين ومعاونتهم ضد المسلمين ردة، وإذا ثبت أن المملكة العربية السعودية تعين الأمريكان وتمد طائراتهم بالوقود والصيانة والطائرات تقصف القاعدة في اليمن، هل تكفر مع عدم الشك في ضلال منهج القاعدة ولكن يبقون مسلمين؟ هذا قوله. يا أخي أثبت هذا الكلام، أثبت هذا، هذا كلامك، ما هو دليله وما هو دليل الواقع في هذا؟ نعم. هذا سؤال يقول: جماعة الإخوان المسلمين لهم انتشار في هذه البلاد حقيقة، وهناك من ينتمي إليهم من أتباع من أبناء هذه البلاد، أرجو إيضاح الحكم الشرعي في الانتماء إليهم في هذه البلاد أو غيرها، طلاب العلم في اضطراب في هذا الموضوع، أرجو الإيضاح، غفر الله لك ولوالديك. الذي ينهي هذا الاضطراب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فنحن مع من يتمسك بالكتاب والسنة ويسير على منهج السلف، ومن خالف ذلك فلسنا منه وليس منا، ولا تسمى بأي اسم من أسماء الجماعات. نعم. هذا سؤال يقول: ما واجب أساتذة الجامعة مع طلابهم حيال الجماعات والفرق والأحزاب؟ هل يكتفون بالتلميح أم يصرحون بالتحذير منها؟ المناهج كفيلة بهذا إذا درسوها ودرسوا مقررات العقيدة والتوحيد، هي كفيلة بشرح هذا الأمر وتوضيحه. نعم. هذا سؤاله الثاني يقول: ما واجب الطالب إذا سمع الأستاذ يزكي الجماعات الضالة، هل ينكر عليه أم يرفع أمره للإدارة أم يلتزم الصمت؟ يأخذ بيده ويناصحه سرا، فإن تقبل فالحمد لله، وإن لم يتقبل يذهب إلى المرجع ويخبره بذلك ليأخذ على يده. نعم. سماحة الشيخ، بعض دعاة الفتنة قد تطاول على الإمام البربهاري رحمه الله وكتابه شرح السنة، فما تعليقكم على ذلك أثابكم الله؟ هذا ليس خاصا بالبربهاري، تطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع لكل أحد، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما إذا كان الرسول يؤذونه ويتكلمون فيه فكيف لا يتكلمون بغيره؟ النفاق باقي ومستمر، فهم لهم ورثة ولهم أتباع إلى يوم القيامة. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، بعض دعاة الفتنة ممن تلبسوا بالعلم الشرعي ينسبون إلى أئمة الدعوة جواز الإنكار العلني على الولاة، وأنهم أئمة الدعوة يفعلون ذلك، وكذلك ينسبون إلى أئمة الدعوة جواز الجهاد من دون إذن ولي الأمر، فأرجو من سماحتكم بيان ذلك الأمر، وهل هذا المنسوب إلى أئمة الدعوة صحيح؟ ليقولوا ما شاءوا ولينسبوا ما قالوا، إذا جاءوا بكلام أهل العلم الذين نسبوا إليهم هذا الشيء قرأناه، وبعد ذلك نبين موقفنا منه، أما مجرد اتهامات ومجرد نسبة إلى أهل العلم والكذب عليهم فنحن لا نقبل هذا، نتحداهم أن يأتوا بهذا عن أهل العلم، أن يأتوا بكلامهم
بنص كلامهم من كتبهم. نعم سماحة الشيخ، ما توجيهكم لمن ظهر الآن يقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ضعيف، مع أن الحديث في صحيح مسلم، وجزاكم الله خيرا؟ تكلموا في القرآن أيضا، ما إذا لم يأتي على هواهم ولا يوافق هواهم يتكلمون حتى في القرآن، فكيف لا يتكلمون في الحديث؟ فلا نستمع إليهم، هذا لغو من الكلام وكلام باطل ولا يلتفت إليه. والمسلمون قاطبة يثقون في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحاح الأئمة، ولا يلتفتون إلى قول مثل هؤلاء الجهلة أو المغرضين. نعم سماحة الشيخ يقول، نحن مجموعة من الشباب ندعو إلى منهج السلف الصالح وملازمة الجماعة وسمع الطاعة لولي الأمر في غير المعصية، ونحذر من الجماعات الحزبية، ولكنهم يحذرون منا ويسموننا جامية، فهل نستمر على ما نقوم به؟ استمروا واصبروا ولا يهمكم ما يقولون، أنتم لا تريدون إرضاءهم أو أن يمدحوكم، أنتم تريدون رضا الله، تريدون بيان الحق، رضي من رضي أو سخط من سخط. نعم سماحة الشيخ، ما سبب انحراف الفرق والأحزاب والجماعات وهم يدعون للجهاد؟ وهل الجهاد الذين يدعون له جهاد أم لا؟ أرجو التكرم بالتوضيح بارك الله فيكم. الجهاد يا أخي موضح في كتب العقائد التي تدرسونها ومبينة شروطه، في كتب الفقه، في كتب الحديث أيضا مبين هذا، ما ترك لهؤلاء والحمد لله. نعم هذا سؤال يقول، هناك فريق من المسلمين خرجوا عن الجماعة ويحاولون تكوين جماعات أخرى ولا يقبلون التوجيهات التي توجه إليهم، فما نصيحتكم لهم؟ ما داموا لا يقبلون التوجيهات كيف ننصحهم؟ هؤلاء ما تركوا الحق عن جهل به حتى يبين لهم، هؤلاء تركوا الحق لأنهم لا يريدونه، وليس لنا فيهم حيلة، وشرهم عليهم الحمد لله. نعم هناك من الجماعات والأحزاب من يتلون حسب مقتضى الحال، وهي أشبه ما تكون بالمناورة ممن يسلك هذا المنهج المنحرف حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، فما رأيكم في ذلك؟ نحن ليس لنا إلا الظاهر، نحن ليس لنا إلا الظاهر، وأما من يبطن الشر فالله حسيبه وهو المطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم هذا سؤال يقول، ما هي الكتب التي تنصحون بها والتي لها أثر في توجيه الشاب إلى أن يكون متميزاً في علمه وفي عقيدته ومنهجه؟ الكتب ولله الحمد كثيرة، أولها كتاب الله سبحانه القرآن، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان عليه سلف هذه الأمة، وكتب العقائد التي بأيديكم هي ولله الحمد متضمنة لهذه المعلومات وهذه الخطة العلمية، فادرسوها بارك الله فيكم، يظهر أنكم ما درستموها دراسة كافية، ادرسوها وبذلك إن شاء الله تعرفون الحق من الباطل والهدى من الضلال. نعم هذا سؤال يقول، سماحة الشيخ، هل هناك علامات وسمات يعرف بها دعاة السوء والفرق الداعية إلى أبواب جهنم، وخاصة في وقتنا هذا وقت الفتن الحالكة؟ نعم الباطل واضح وعليه علامات وعليه دليل، وانظر إلى عمله اللي يدعو، انظر إلى عمله، إن كان عمله على الطاعة والاستقامة ووافق عمله قوله فهو صادق، أما إذا كان يتكلم في ناحية ويعمل في ناحية أخرى فهذا ضال، وهذا
منافق، وهذا فيه غش وفيه خيانة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. أسئلة كثيرة ومتكررة لسماحة الشيخ، يريدون بيان علامات الأحزاب الضارة والجماعات التي تدعو إلى التفرق، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين ومن ورد ذكرهم ببيان وزارة الداخلية. الأسئلة كثيرة هنا يا شيخ، حتى يقول حتى نحذرها. يا أخي، هذا كل كلامنا ومن بدايته إلى نهايته في هذا الموضوع، فأهل الحق والصدق يظهر عليهم ذلك وعلى قولهم وفعلهم، وأهل الضلال يتبين ضلالهم وخطأهم من مخالفتهم للحق وإن تظاهروا به. أنت لا تنظر إلى القول والمظاهر، انظر إلى العمل وإلى الحقيقة، وبهذا تعرف أهل الحق من أهل الباطل. نعم. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز القول بأن الأنصار والمهاجرين كان في أنفسهم تحزب؟ ما حكم من قال أن الصحابة كان في نفوسهم تحزب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يسب الصحابة إلا ضال مضل أو مقتد بمن هو ضال. الصحابة لهم حقهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم، من ذا يتكلم فيهم إلا المنافقون، إلا الشيعة الذين يسبون الصحابة أو يكفرونهم، هؤلاء لا عبرة بهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عودي، الرسول صلى الله عليه وسلم سب، قيل ساحر، قيل كاهن، قيل مجنون، وقيل غير ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ضره ذلك؟ هل أخفى هذا الكلام؟ هل أخفى الحقيقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو أن هذه الأقوال رجعت على قائليها ولله الحمد؟ نعم. هذه أسئلة وردت من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء. السؤال الأول يقول: هل واقع القتال في سوريا يتوفر فيه شروط الجهاد من الراية والإمام؟ أنت أدرى بذلك يا أخي، طبق ما ذكره العلماء في كتب العقيدة التي تدرسها أنت، طبقها على ما في الشام وفي غيره، فمن انطبقت عليه فهو حق ومن خالفها فهو مخالف. نعم. السؤال الثاني يقول: ما حكم دعم الأحزاب الإسلامية بالمال والسلاح؟ إيش الأحزاب الإسلامية؟ اليوم الإسلام صار يطلق على كل شيء، فالإسلامية هي المستقيمة على الحق ظاهراً وباطناً، التي على عقيدة السلف الصالح منهجاً وسلوكاً، التي تنتمي مع جماعة المسلمين وتكون تحت راية المسلمين وإمام المسلمين. نعم. هل الكلام في الحكومة وانتقاد المؤسسات الحكومية يعد من الخروج على ولي الأمر؟ هذا سؤالهم الثالث. نحن قلنا إن الخروج أنواع، منه خروج بالاعتقاد في القلب، يعني يصحح مذهب الخوارج في قلبه ويراهم على حق، منها الخروج باللسان يعني يمدح الخوارج ويدعو إلى مذهبهم، منها الخروج بالفعل والسلاح. نعم. الخروج أنواع. نعم. يقول: هذا أنا لي رغبة كبيرة في الزواج ولا أستطيع الصوم بسبب أمراض في الأمعاء، فأطلب من سماحتكم التوجيه والإرشاد. عليك بالصبر إلى أن تستطيع الزواج، والله يعينك، اصبر. نعم. هذا يقول: إذا فرض منكر من ولي الأمر فكيف ينكر عليه؟ يناصح كما جاء في الحديث، تأخذ بيده وتنصحه
فإن قبل فالحمد لله، وإلا أديت ما عليك. وإذا كنت ما تصل إليه فإنك تكتب إليه من يوصل له النصيحة، أو توصي من يكلمه في ذلك. فإذا لم تستطع شيئا من ذلك فأنت معذور. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا سؤال يقول: إذا كفر الحاكم وثبت كفره، فهل يوجد شروط أخرى للخروج عليه وإن كان كافرا؟ يقدر المصالح والمفاسد. إذا كان هناك قدرة على استبداله بمسلم، هناك قدرة بدون أن يترتب على هذا مضار كثيرة، فإنه يفعل هذا. أما إذا لم يتوفر هذا فيصبر عليه إلى أن يأتي الفرج. نعم. سؤاله الثالث يقول: ما موقفنا ممن يثني على الجماعات الإسلامية كجماعة التبليغ وغيرها؟ بينوا له، ربما أنه يجهل، بينوا له ما عند الجماعات من اختلاف ومن انحراف ومن، بينوا له هذا. نعم. هذا يقول: أنا من بلد إفريقي، وعلماء السنة والجماعة متفرقين بمسائل بسيطة حتى يصل بهم الأمر إلى العداوة، فما نصيحتكم لي ولهم وجزاكم الله خيرا؟ أن تنصحهم وأن تبين لهم، فإن قبلوا الحمد لله، وإلا فالزم الحق مع من كان واترك المخالف. نعم. يقول: هل من علامات لأرباب الجماعات والأحزاب يمكن أن نعرفها فنحذرها؟ علاماتهم مخالفة أهل السنة والجماعة في القول أو في الفعل أو في الاعتقاد. فمن اختلف عن أهل السنة والجماعة في قوله أو في فعله أو في اعتقاده فإنه ليس منهم. نعم. سؤال هذا يقول: جعل الله الجنة مثوانا ومثواك سماحة الشيخ، هل ما يجري الآن في الصومال جهاد أو لا؟ بعض العلماء يقول إنه جهاد، وبعضهم يقول إنه قتال بين المسلمين. إذا انطبقت عليه أحكام الجهاد وشروط الجهاد فهو جهاد، أما إذا اختلف فليس بجهاد. نعم. هذا سؤال يقول: كيف يكون تعامل طالب العلم ممن دخل هذه من داخل هذه البلاد وخارجها فيما يؤسس عقيدته ومنهجه ويجعله مدركا للأخطار الناجمة عن الفتن وأهل الفساد والشر؟ عليه بتعلم العلم على العلماء، دراسة العقائد الصحيحة على أهل العلم وفهمها فهما صحيحا، ثم بعد ذلك يتبين له الطريق الصحيح. نعم. سؤال يقول: سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه ونفع بعلمه، ما موقف المسلم أو دوره في بلاد ديمقراطية لا تحكم بالكتاب والسنة في ضد هذه الجماعات والأحزاب والفرق، وماذا علينا نحو ولاة أمورها سواء كانوا مسلمين أو كفار؟ عليك أولاً بنفسك الاستقامة على دين الله، ثم الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. عليك ببيان الحق على حسب الاستطاعة والتمسك به حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. نعم. هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، كيف نسمي ما يجري في أرض الشام؟ هل هو جهاد أو قتال؟ وهل يسمى من قتل بين هذه الجماعات شهيد؟ يا إخواني، قلنا لكم الجهاد في سبيل الله له ضوابط وله أحكام مبينة في كتب أهل العلم، فإذا كان تنطبق عليه أحكام الجهاد وشروط الجهاد فهو جهاد، إن كان يختلف عن ذلك فإنه قتال وليس بجهاد. نعم. هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز الاجتماع ولو كان هناك اختلاف بين المجتمعين في العقيدة؟
لا، العقيدة لا اجتماع في مع الاختلاف فيها، إنما الاختلاف المسائل الفقهية والفرعية، ما العقيدة فلا اجتماع مع أهل الضلال فيها. نعم. هذا سؤال أيضا من طلاب المنح: إذا لم يكن هناك إمام في بلادنا نحن خاصة، فكيف نعمل أو وماذا تنصحوننا به في لزومنا للجماعة في تلك البلاد؟ إذا كنت تستطيع الهجرة إلى بلاد فيها الخير وفيها الحق وفيها الإسلام الصحيح أجر إليها، إذا لم تستطع تبقى على قدر الضرورة إلى أن وتتمسك بدينك، تبقى على قدر الضرورة إلى أن يأتي الله بالفرج. نعم. هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، كيف يغرس المعلم في نفوس طلابه محبة العلماء والرجوع إليهم ومحبة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم؟ يغرس ذلك بالبيان لهم، تدريسهم قدر العلماء ومكانة العلماء واحترام العلماء، يدرسهم هذه الأمور وبينها لهم، وبين لهم مقام العلماء في الأمة وحاجة الناس إليهم، ويحذرهم من الأقوال التي تنال من العلماء وتقلل من شأنهم. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول: تباع في بعض دور النشر ومعارض الكتب الدورية كتب تدعي تجديد الإسلام بحسب الزمن المعاصر، لماذا لا تمنع من البيع أو تبعد عن هذه المعارض وتنظم هذه الدور الطابعة بحيث تمنع من طبع مثل هذه الكتب، علما بأن بعضها يدعو إلى الفرق والانحراف؟ عليك بكتابة أسماء هذه الكتب وجعلها في قائمة، تكتب معها خطاب لسماحة المفتي وتقدمها للمفتي، وهو ينظر فيها إن شاء الله، أو يعرضها على اللجنة الدائمة. هذا هو الطريق المتبع الآن. نعم. سماحة الشيخ، هل لا بد أولا في طلب العلم من حفظ القرآن ثم الطلب، أو نجمع بين الأمرين منذ البداية؟ الأساس هو حفظ القرآن، احفظ القرآن من الصغر، ثم إذا كبر وتيسر له يطلب العلم، لكن الأساس هو حفظ القرآن الكريم. نعم. هذا سؤال يقول: نريد من سماحتكم نصيحة لطلاب العلم المبتدئين في الثبات على السنة وبما توصيهم في كيفية الطلب. أما الطلب فيدرسون المناهج دراسة دقيقة ويفهمونها ويسألون عما أشكل عليهم، وأما أنهم كيف يكونون على مدى، إذا درسوا هذه الكتب وعرفوا ما فيها عرفوا منهج أهل السنة فيتبعونه بإذن الله. نعم. سماحة الشيخ، هذا يقول: ما صحة القول بأن البدعة قسمان، حسنة وسيئة؟ هذا قول باطل، البدعة ليس فيها تقسيم، كلها ضلالة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يذكر أن في البدع شيئا حسنا، إنما هذا من تقول المخالفين فيما بعد الذين يريدون أن يروجوا البدع باسم أنها بدع حسنة، ليس في البدع شيء حسن أبدا. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال، ولكن بعض الناس يرى أن كل ما خالف فهمه هواه يصير بدعة، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، البدعة هي كل عبادة ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، هذه هي البدعة. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم تعليق الحق بالرجال، والأصل أن الرجال يعلقون بالحق؟ ما في شك، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، هذا هو الأصل، ولكن نحسن الظن بعلمائنا ونحسن
الظن بأئمتنا ونقتدي بهم، ما لم يتبين أنهم أخطأوا في بعض الأشياء فنتجنب خطأهم ونسترحم عليهم ونستغفر لهم. نعم. ولعلنا نختم بهذا السؤال، هذا يقول: سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، هناك من ينتقد، من يثني على المملكة العربية السعودية ويبين محاسن ولاة الأمر فيها ويصفه بأنه مداهن أو عميل أو غير ذلك من الأوصاف، فما توجيهكم في هذه المسألة المهمة؟ علينا أننا ما ننظر إلى الأقوال، ننظر إلى أحوال الناس وننظر إلى أحوال المملكة ونحكم عليها بموجب ذلك، لا نحكم عليها بموجب قول فلان أو علان من أهل الأهواء، إنما نحكم عليها من واقعها وما تسير عليه. هذا ما يجب في هذه الحكومة وهذه الدولة أو في غيرها. نعم. وبيان الحق في ذلك، وبيان ذلك من العدل والحق. ما في شك أن المحاسن تذكر ويشكر عليها المحاسن، وأما الخطأ فإنه يبين لهم وينصحون بتركه. نعم.